كل ما يتعلق بالسكن في تركيا بالنسبة للطالب اللي جاي يدرس سواء بالجامعات الحكومية أو بالجامعات الخاصة. خلوكن معنا. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. معكم الخبير الاستشاري بمركز الخوارزمي الأكاديمي براء. اللي رح أشرح لكم اليوم عنه هو موضوع كتير شائك بالنسبة للطلاب اللي جايين من برا تركيا لحتى يدرسوا، ما بيعرفوا موضوع السكن كيف، سواء سكن طلابي أو حتى سكن في منزل، أو التكاليف العامة اللي ممكن تأثر على وتعرقل مسيرة القدوم لتركيا. حتى رح أحاول أفصل لكم بشكل أساسي خيارات السكن الموجودة بتركيا. رقم واحد، عنا موضوع السكن في السكنات الطلابية الحكومية. هذا الخيار متاح فقط لطلاب الجامعات الحكومية وليس متاح أيضا بشكل مفتوح دائما. في عنا من وزارة الشباب والرياضة بالحكومة التركية مجموعة يورتات تسمى بالكاياكا. هاي اليورتات الحكومية التابعة بشكل أساسي لوزارة الشباب والرياضة التركية، بتكون عبارة عن سكنات نظيفة جدا والاهتمام فيها على مستوى عالي جدا. الغرفة بالحد أدنى بيكون فيها 3 أو 4 أشخاص، بيكون في وجبتين خلال اليوم، وجبة إفطار ووجبة عشاء بهاي الفترة. مثل ما قلت لكم، حصرا رح يكون في 3 أشخاص أو 4 أشخاص بالغرفة، وسعر هاد السكن بيكون رخيص على الرغم من ميزاته العديدة، اللي هي انه في اكل وفي نظافة ايضا، وبيكون قريب من الجامعة. سعره بيكون يتراوح ما بين 250 ليرة شهريا حتى 400 ليرة شهريا، يعني تقريبا فينا نقول 500 دولار. القبول بهذا السكن لحتى واحد يقدر، لازم يقدم على مفاضلة أيضا بعد ما يقبل بالجامعة الحكومية، بيقدم أوراقه وبينتظر الرد أيضا من هيئة الكاياكا اللي هي مسؤولة عن هاليورتات لحتى تقبله، وغالبا يتم قبوله إذا كان طالب أجنبي. بالنسبة للخيار الثاني، فهو أيضا خيار السكن الطلابي ولكن في اليورتات الخاصة. هلأ اليورتات الخاصة مقسومة لقسمين، يورتات تسمى بالوقف، يعني يورتات نوعا ما مسارة الدين الإسلامي، ويورتات تانية ما هي علاقة بأي شيء، فقط مسارة ربحي. يورتات الوقف بتكون قريبة جدا من يورتات الكاياكا، اليورتات الحكومية، ولكن بيكون فيها بعض الشروط المتعلقة بمثلا الاستيقاظ على صلاة الفجر، مثلا المواظبة على دروس القرآن في بالأسبوع جلسة مثلا أو جلستين. أسعارها بتكون أغلى شوي صغيرة من اليورتات الحكومية، ممكن توصل بين 500 و 600 ليرة، يعني تقريبا خلينا نقول 90 دولار. بالنسبة لليورتات الخاصة اللي هي اليورتات الخاصة التجارية فقط، فهي بتكون صراحة غالية وبتختلف من مدينة لمدينة. أسعارها بتتراوح ما بين 500 ليرة حتى 2000 ليرة، يعني خلينا نقول ما بين 90 دولار و 250 دولار، ولكن ممكن تكون فيها نسبة الرفاهية أعلى بكتير. ممكن يكون فيها أكل وممكن ما يكون فيها أكل، ممكن تكون بغرفة لحالك، ممكن أيضا تكون أشبه بفندق، ممكن تعتبرها أنه هي أشبه بفندق من أنه هي سكن طلابي، ولكن فواتيرك وهالقصص كلها بتكون مدفوعة مثل أي نظام سكنات. حابب أذكر أنه كلمة يورت في تركيا تعني سكن طلابي. بالنسبة للخيار الثالث، واللي هو أنك أنت تخرج مع أصدقائك أو لحالك لحتى تستأجر منزل بالقرب من جامعتك. هذا الخيار يعتبر يختلف، يعني مختلف من شخص لآخر، ولكن أنا بعتبر أنه هو الخيار الأفضل والاقتصادي أكثر بكتير ما عدا السنة الأولى من دراستك بتركيا، سواء دراسة اللغة أو دراسة
الجامعة، لأنه أنت لما بتسكن بيورت بتشوف ناس أتراك أكثر، فبتتعلم لغة تركية أكثر. ما بعد هيك فخروجك لمنزل يعتبر منطقي أكثر، خصوصا إذا كنت طالع مع أصدقاء أنت بتعرفهم، لأنه رح يصفي الموضوع أرخص عليك. طبعا الموضوع أيضا يختلف من مدينة لمدينة، فالآجارات مثلا في إسطنبول ممكن تبدأ من 1000 ليرة تركية وتوصل لـ3000 ليرة تركية بالنسبة للطلاب، بمناطق الطلاب أنا عم أحكي، يعني ما بين الـ120 دولار حتى الـ350 دولار، ولكن هذا الرقم عمال يقسم على عدد الطلاب الموجودين في المنزل. ضيف إلهم ما يقارب الـ100 دولار فواتير غاز، تدفئة وإنترنت ومياه وكل التفاصيل التانية. حبيت أعمل هذا الفيديو القصير لحتى أشرح لكم بشكل مختصر عن السكن، ولكن ما زال أكيد عند الكثير منكم تصورات واستفسارات عن السكن بتركيا. فيكن تتركوه أيضا بصندوق، عفوا، فيكن تتركوه بالتعليقات، وأنا مستعد جاوبكن على أسئلتكن جميعا. يا أهلا وسهلا فيكن، وانتظرونا بفيديو جديد. سلام.